صباح الخير عليكم. لو عندكم مشكلة بقى في أكل الحمص وحاسين إنه هو ما بيتهضمش معاكم، الحمص من الحاجات المفيدة جدا ومن أغنى البروتينات المفيدة، والأمينو أسيد اللي فيها كمان جيدة جدا للعضلات، للناس اللي عاوزة تعمل مصل من الحاجات الحلوة اللي أضيفها في أكل الحمص. شوفوا عشان أتخلص من مشاكله الكتيرة دي، خلينا ننقعه على الأقل 24 ساعة وأتخلص من المية مرتين وقت النقع. بعدين بعد ما سلقته انا حاولت شلت القشور بقدر الامكان. هضيف له ايه بقى عشان يبقى هضمه سهل؟ نمبر 1، اضيف اي نوع من الزبادي الكويسه دي، الجريك يوجرت بتشتغل حلو قوي معايا، او الساور كريم اللي هي الكريمه الحامضه كمان حلوه قوي. معلقه من اي مخلل عندك حلو قوي، هتشوفوا الطعم هيبقى حلو وسهل الهضم ازاي. اي مخلل، البنجر لو حطيتوا مخلل البنجر بيطلع حلو قوي وهيخليه. اوكي، والملح بتاعنا، انا الطحينه كمان جهزتها بنفسي في البيت. لو عندكم طحينه حلوه ماشي الحال، ما عندكوش حمصوا السمسم خفيف وطحنوه مع شويه زيت جوز هند او زيت زيتون وهيطلع لكم طحينه حلوه قوي. النوع التاني بقى برضو حطيت نفس كل اللي حطيته قبل كده، كل حاجة، بس هزود عليه. شوفوا هو نفس كده الحمص، هزود عليه الافوكادو، فانا كده هو غني كمان. شوفوا فيه الاويلز الافوكادو المفيدة قوي، الانتي اوكسيدنت المفيدة اللي في الافوكادو، كل ده زاد عليها. عملت نوعين حلوين قوي، ما ننسوش نحط عليه الشطة. الشطة كمان ليه مفيدة؟ لانها كمان بتساعد على الهضم. شطه من الحاجات الحلوه. عندي مخلل وعندي شطه وعندي اليوجرت او الكريمه الحامضه، كل دول هيخلوا هضمه اسهل وما عنديش مشكله فيه. لو كمان لسه عندي مشكله كمان اخليه خفيف اكتر، يعني ازود نسبه الزبادي اكتر او الساور كريم، ازود الافوكادو اكتر، كل ده هيخلي هضمه سهل قوي. ممكن اكله كده من غير اي حاجه خالص. الليمونة كمان، عصير ليمونة كاملة هضيفها عليه هتساعدني على الهضم. ممكن قطعة صغيرة من الزنجبيل، الزنجبيل كمان بيساعد على الهضم، حط قطعة صغيرة. التوم لو حطيته توم فريش، في ناس عندها كتير مشاكل مع التوم الطازج في أكله، فأنا يعني أسوي التوم أحمره حاجة بسيطة قوي أو أشوي شيء بسيط قوي، هيدي طعم أحلى كمان وهيكون الهضم بتاعه أحسن كتير. اجي بقى للحاجات اللي بتفرق في طعمه كمان، غير اني هزود الليمون، نوعية زيت الزيتون. لو زيت الزيتون نوعية حلوة هيديكي حاجة ريتش وجميلة قوي. الطحينة زي ما قلت لكم انا عملتها في البيت فكان طعمها حلو قوي، فزادت الطعم حلو قوي. ان شاء الله.